تقرير المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية المتعلق بمؤشر الميزانية المفتوحة لسنة 2021. وهذا على شنو باش نحكيه مع ضيفنا نيس بن عبد الله الخبير المحاسب. مرحبا بك. مرحبا. شكرا لك. شكرا لك أنيس على المداخلة. قبل كل شيء ساعة، شنو هو المؤشر هذية وشنو المقصود بالضبط بالميزانية المفتوحة؟ الميزانية المفتوحة هي جملة المعطيات المتعلقة بالميزانية، سواء بمشاريع الميزانية أو بتحقيق الميزانية اللي تضعها الدولة على ذمة المواطنين، على المجتمع المدني، وكذلك هذا مع الأسف التقييد ناخذ معناها جودة المعلومات، معناها نوعية هذه المعلومات، وكذلك الوقت الذي يتم فيه نشر هذه المعلومات. معناها تعرف معلومة باش تكون عندها قيمة عندما تجي في الوقت في وقتها. إذا كان معلومة تجي في وقت متأخر بيرسا بيرتينونس نقول. يعني في نهاية المطاف إن صح التعبير نحكيه على الشفافية أو وضوح فيما يخص الميزانية، وهذا يترجم من خلال العديد من النقاط والتشاركية خاصة. هذيك مبنية على الشيء هذا، معناها يلزم الميزانية تكون موضوعة أو مفتوحة للعموم وعندك المعلومات الكل بطريقة تشاركية. واضح. مرتبة 74 على 120 كيف يمكن؟ 71 على 117. كيف يمكن تقييم الترتيب أو التصنيف التونسي، خاصة وأنه فما تحسن مقارنة بالترتيب الفرد لسنة 2019 ب 11 مرتبة تقريبا؟ ثم تحسن مقارنة بترتيب سنة 2019، وهذا يعود أساسا إلى صدور قانون الميزانية للوا أورغانيكي بودجي، واللي هي أجبرت على الحكومة أن تصدر جملة من المعطيات حول مع مشروع الميزانية وحول قانون الميزانية، كما المعلومات على المؤسسات العمومية، المعلومات على الصناديق، معناها جمله من المعطيات اللي ما كانتش قبل يقع اصدارها، واللي هي اصبحت الدوله تنشرها، تقرير حول المديونيه، تقرير حول الضمانات المؤسسات العموميه، معناها جمله من المعطيات اللي اجبرها قانون الميزانيه على الدوله، وهذيك يعود اساسا هو هذيك علاش تحسن ترتيب تونس. ولكن هذا الترتيب يوضع تونس ديما في المرتبة الرابعة عربيا، وتسبقها قبلنا، نشوفوا قبل تونس ثم الأردن ثم المغرب ثم مصر. هذا من ناحية أخرى. التقرير هذا تطرق زاد الجملة معناها من التوصيات اللي يأكد عليها، معناها بالنسبة لي أنه مثلا انه خلينا نبداو ناخذوا جوست مع بعض النقاط. من ضمن التوصيات هذيا انه يقع اصدار وثيقه او تقرير للتقرير تدقيقي اون لين يكون بشكل دوري ان صح التعبير، نص سنوي بالضبط. وكذلك انه التوقيت في اصدار تقرير التدقيق لميزانيه الدوله من طرف محكمه المحاسبات، التقرير هذا بتاع المنظمة هو صفحة المعلومات الموجودة عند أعداد قانون المالية لسنة 2021، معناها ما قبل صدور المرسوم عدد 117 لسنة 2021 من ناحية، وكذلك قبل ما يصدر تقرير حول الميزانية لسنة 2019 اللي هو آخر تقرير أصدرته محكمة المحاسبة، معناها هو بالنسبة لي آخر تقرير أصدر حول تطبيق في ميزانية الدولة هو كان يتعلق بسنة 2018، وهذه من النقائص اللي خرجها الصندوق أنه ثم تأخير. واضح. فما نقطة أخرى زادت تهم التطبيق الميزانية المتبنى أنيس، كيف زاد فيما يخص المقترحات ولا ريكومونداسيون، هذا ما تقومش به السلطات التونسية أنيس؟ سامحني ليكزيكيسيون دو بودجي. ليكزيكيسيون دو بودجي، ثم تاخير بالنسبه في التقارير الشهريه لتنفيذ الميزانيه، ثم تاخير في الشيء هذا الكل،
معناها تعرف اللي هو مثلا كيما كان ياخذ مثلا اللي هو اخر تقرير حول التنفيذ الميداني لسنه 2022 يتعلق بشهر شهر لسنه 2022 ساعات يخرج اما يخرج معناها ما هوش في الوقت المناسب، ثم تاخير في الناحيه هذه وما ثماش تطبيق نقص سنوي بالنسبه للميزانيه. هذيك من النقائص اللي اكد عليها اكد تقرير المنظمه. يعني التركيز بالاساس على دوريه العمليه، معناتها لازم تكون بشكل منتظم اكثر باش تكون هناك حتى يمكن الحديث عن الشفافيه ودقه في المعطيات. عبد السلام عسلامة نيسا، أنا جوست عندي ملاحظة، أنت حكيت أنه تونس في المرتبة الرابعة يعني بعد المغرب والأردن ومصر، راهو التقرير هذا لا يأخذ بعين الاعتبار المرسوم الرئاسي 117، معناها احنا نذكروا الميزانية في 2021 اللي اليوم ما نعرفوش شنية معناها الإجمالي نتاع الميزانية نتاع 2021 بالضبط، وشفنا معناها حتى التأخير والوعد، معناها ننتظروا أنه نزيدوا نتراجعوا. ولذا كذلك راهو من جملة التوصيات اللي جا بها التقرير هذا انه اعادة عمل مجلس النواب، معناها اعادة وضع مجلس النواب بالنسبة له يلزم السلطة البرلمانية وتشارك ومشاركة السلطة البرلمانية في اعداد البرلمان، معناها هو اكد على النقطة هذا التقرير، اكد على ضرورة تشريك العموم بالنسبة للميزانية، تشريك المجتمع المدني، اكد من معناها ويؤكد على تشريك حتى المواطنين المجتمع اي والمجتمع المدني والمواطنين انه يجي يتحصل على جميع المعلومات ويشارك حتى اي واحنا تحصلنا هو اكثر حتى من هكايا، مش مجرد تحصل المواطنين على المعطيات لكن ايضاح المعطيات هذه توضيحها وتبسيطها للناس، وهذا موجود في التقرير بالضبط. وفي المؤشرات بالضبط. انيس بالضبط. وهو والتقرير يعتبر انه من العاجل انه اعاده العمل معناها بمجلس النواب التمكن من التثبت من الميزانيه واعاده العمل بالاجراءات المعتمده في اعتماد الميزانيات، معناها ياكد بالنسبه له هالبروسيس هذا يلزم نرجع له. ثم حاجه اخرى تتاكد عليها التقرير انه في تونس نفتقد الى هيئه مستقله للجبايه او اللي هي تقريبا المجلس الوطني للجبايه، هو بالنسبه له المجلس هذا ما هوش مستقل بصفه كافيه، وهذا الذين منذ عديد المرات انه ضروره مراجعه تركيبه وكذلك لوراتاشمون تاع المجلس الوطني للجبايه. علاش ملاحظه كي من هكايا حول المجلس الوطني للجبايه انيس؟ تعرف المجلس الوطني للجبايه يترأس وزير الماليه. اي بالضبط. ما يعتبرش انه مستقل على وزارة المالية، وتعرف المجلس الوطني للجباية عنده رأي استشاري فقط، والمجلس الوطني للجباية ما عندوش الإمكانيات وما عندوش انستركتور بيرمانونت بور فونكسيوني، معناها عنده مجلس معناها يجتمع مناسباتيا في أو الدور بتاعه يقتصر على دور استشاري، ما فماش معناها هيكل أنه يشتغل بصفة دائمة واللي هو عنده الإمكانيات الدائمة والمستقلة باش يتم عملية المراقبة معناها والمساهمة الفعالة بالنسبة للميزانية. واضح. هذا الكلام. ثم حاجة أخرى أكد عليها جلسة التقرير أنه تقييم طريقة التدقيق في قوائم الميزانية الدولة معناها. وهذا اللي أكد عليها من أجل دعم الاستقلالية وكذلك الموضوعيه في عمليه التدقيق اللي تقوم بها محكمه المحاسبات، معناها ياكد يقول تكون ثم معناها وكاله مستقله لتقييم عمليه التدقيق اللي قاعده تصير. اي ما محكمه المحاسبات شنو قاعده تعمل ملف الوضع هذا؟ لا مش محكمه المحاسبات، تقييم طريقه عمل محكمه المحاسبات. أو وكالة أخرى لتقييم عمل محكمة المحاسبة. لا معناها تقول مش وكالة، وكالة مستقلة تقوم بها بصفة مستقلة تقيم معناها طريقة العمل فقط وليس العمل معناها هذه من الإجراءات معناها البروسيسوس دو
واضح. شكرا لك انيس بن عبد الله الخبير المحاسب. هي جمله من المقترحات نفكر مره اخرى ذو سيريغو كومونداسيون اللي يخرجوا في اطار المؤشر مؤشر الميزانيه المفتوحه صادر عن تقرير المنظمه الدوليه للشراكه حول الميزانيه. وقعدوا معنا راجعين بعد شويه باش نحكيوا في عين على المعسكر الشركه التونسيه لشحن وترزيف مع وجدي فخفاخ. وما تنساوش من بعد 3 كيسيون اسئلتنا باش تكون موجهه لضيفنا ريتا شكوندالي الاستاذ الجامعي حول تضارب التصريحات من طرف الحكومة فيما يخص منظومة الدعم.